النادي الأهلي وأعضائه، فكانت النتيجة جلية واضحة نحياها اليوم وغدا كما الأمس. أدعو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للتفضل بإلقاء كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سيد السيد محمد القصير وزير الزراعة، سيد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، سيد اللواء وليد عارف مدير إدارة الأشغال العسكرية، السادة قيادات وأعضاء الحركة الرياضية، الحضور الكريم من عائلة النادي الأهلي ومن كل المحبين للنادي الأهلي. الحقيقة يوم تاريخي بكل المقاييس، يوم هيكون في ذاكرتنا جميعا، يوم من الأيام الحلوة لعيلة وعائلة النادي الأهلي، يوم هيفضل في ذاكرة كل محب لهذا الكيان. أكيد لما الأجيال اللي جاية إن شاء الله تتذكر النشأة الوطنية للنادي الأهلي في 1907، واللي بدأت على مساحة حضراتكم أول نشأة لينا، واللي كان من 1907 كان أربع فدادين. طبعًا هتتذكروا برضو إن شاء الله يعني النادي الأهلي افتتح الفرع الرابع ليه في 1/6/2023، وكان على مساحة 50 فدان كلها مملوكة للنادي الأهلي. النهاردة من حق كل أهلاوي وعضو النادي أو أحد جماهيره العظيمة أو محب لهذا الكيان الكبير أن يفخر ويسعد بالأهلي وحبه وانتمائه لعائلة النادي الأهلي. قبل ما أهنئ كل الأهلوية بالفرع الرابع، الفرع الرابع بعد الجزيرة، مفيش عندنا فروع، احنا عندنا مقر، مقر الجزيرة، مقر مدينة نصر، مقر الشيخ زايد، مقر القاهرة الجديدة أو مقر التجمع. من هنا بالنيابة عن زملائي أعضاء مجلس الإدارة بالنيابة عن نفسي، أحب أن أشكر من ساعدنا في هذا الإنجاز. الحقيقة هو إنجاز كبير جدا ومشرف جدا، وهذا المشروع الضخم، المشروع ده يتكلف أكتر من 1.5 مليار، طبعا 1.5 مليار تمن أرض ومنشآت. هنا الأمر اللي لازم أقف عنده، عايز أشكر كل مؤسسات الدولة وكل القيادات اللي سندتنا، وفي المقدمة طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عايز أشكر وزارة الإسكان، لأن الحقيقة بداية كانت من عند وزارة الإسكان اللي خصصت الأرض، وبعدين طلبنا تبديل الأرض بشكل يعني بمكان أنسب شوية للي كان في دماغنا يعني. الحقيقه ما تاخروش، وزاره الاسكان ما تاخرتش علينا. عايز اشكر كمان السيد وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، لانه بيتابع باستمرار كافه المجالات سواء رياضيه او انشائيه بالنسبه للانديه. هنا بقى عايز اقول للدكتور اشرف حاجه مهمه، ان شاء الله حمام السباحه اللي احنا عايزينه باذن الله في القاهره الجديده، او الاهلي مقر الاهلي في القاهره الجديده، ان شاء الله اللي هيبنيه واللي هيساهم فيه وزارة الشباب والرياضة. احنا طبعا هي مش تدبيسة يا دكتور اشرف، هي مش تدبيسة هي والله، لكن فعلا احنا المصروفات بقى كتير جدا، واحنا محتاجين ان احنا نتواكب مع بعض. احنا مقدرين جدا الحقيقة الاعباء كتير على وزارة الرياضة، لاننا واثقين ان وزارة الرياضة هي كمان مقدرة
النادي الاهلي ومقدره رساله النادي الاهلي الوطنيه ودوره كبير في دعم المنتخبات الوطنيه. عايز اشكر شكر خاص جدا لقيادات القوات المسلحه ورجال الهيئه الهندسيه واداره الاشغال العسكريه اللي نفذوا المشروع ده، مشروع الناس كلها المفروض تبقى سعيده بيه وتفخر بيه. الحقيقه بذلوا معانا الحقيقه مجهود كبير جدا وتعبوا معانا جدا، ومش عايز برضو يعني انكر ان احنا اخر شهر ده الناس بيشتغلوا لغايه الساعه 4 الصبح صباحا يعني، وبعدين يخش طقم تاني يخش يشتغل مكانهم، ما وقفوش يعني بيشتغلوا 24 ساعه عشان نوصل اللي احنا فيه النهارده واللي احنا الاحتفال اللي احنا فيه النهارده. كمان عايز اذكر كل مجالس ادارات النادي الاهلي السابقه، لان كل مجلس بيجي في النادي الاهلي بيكمل مسيره المجلس اللي قبله. وزي ما قلت قبل كده هي دي السلسله الذهبيه للنادي الاهلي اللي بتميز النادي الاهلي ان جيل بيسلم جيل. عايز ما انساش كمان كل رموزنا رحمة الله عليهم اللي سبقونا في خدمة النادي ورفعت من شأن النادي واللي وضعوا الأسس والقواعد، وبدأنا بعدها ان احنا نبني بقى، نبني طوبة تانية، نبني مقر تاني، نحقق بطولة ورا بطولة وجيل زي ما قلت نسلم جيل علشان يفضل النادي الاهلي بإذن واحد احد هو اعظم نادي في الكون. عايز كمان ما انساش ابدا السند الحقيقي جماهير واعضاء النادي الاهلي، هم الظهر وهم السند اللي بيدونا الثقه ودايما بيدفعونا لقدام. عايز اشكر كل زمايلي اعضاء مجلس الاداره على جهودهم وتعاونهم لمصلحه النادي الاهلي وتعليه مصلحه النادي قبل مصلحه اي شخص وقبل اسم اي شخص، الاهلي قبل كل الناس، لان الاهلي هو صاحب الفضل على كل الناس اللي اتواجدت في النادي الاهلي. وكمان الاداره التنفيذيه وكل اللي عاملين في النادي، جميع الادارات التنفيذيه او الاداره التنفيذيه بجميع الادارات الاخرى اللي موجوده الحقيقه اشتغلوا حاجه بتخليني فعلا ابقى عاجز عن اشكرهم كلهم يعني. قبل كده بقى انا عايز اشكر ربنا سبحانه وتعالى، ربنا يديمها يا رب علينا النعمه ويحفظها من الزوال يا رب. احنا بنفتح الفرع الرابع للنادي وفي نفس الوقت بنطور منشاتنا في المقر الاخرى او الفروع الاخرى الثلاثه التانيين. الحمد لله بنحقق كمان، الحمد لله رب العالمين بنحقق كمان افضل النتائج الرياضيه تقريبا يعني معظمها يعني الحمد لله رب العالمين. كل ده في ظل ازمه اقتصاديه الحقيقه بتمر في العالم كله وبيعاني منها العالم كله. دي نعمه كبيره جدا، وكل الاهلاويه وانا وكل الناس اللي بيحبوا النادي الاهلي لازم نتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى. مش عايز اطول على حضراتكم، ولكن يمكن عايز اخرج برضو التقليد يعني في الكلمه بتاعتي النهارده، لان في ناس او من لا يشكر الناس لا يشكر الله. واحنا النهارده لازم نقول للناس اللي تعبت معانا، احنا لازم نفتكرهم ولازم ابرز دورهم هنا قدام حضراتكم. في مجموعه تعبوا معانا، اذا كان مهندس واذا كان عامل اذا كان كل الناس اللي تعبت معانا، فهنجيب نماذج منهم ان هم يكونوا معانا النهارده عشان انا عايز اشكرهم وعايز اكرمهم قدام حضراتكم، لانهم اشتغلوا في وقت على مدار 3 سنين وشويه الاجواء الصعبه، الاتربه، المطر، الحر، الناس دي بتشتغل ليل مع نهار عشان يوصلوا الصرح الكبير ده اللي احنا قاعدين فيه كلنا سعداء بيه. في ناس محدش حاسس بيهم، عشان كده انا بدعوهم ان هم يكونوا معانا. اتفضل.
هذه لفتة طيبة وكريمة من الكابتن محمود الخطيب لتكريم نماذج مشرفة هم البناؤون الحقيقيون في هذا الوطن. كل الشكر والتقدير على ما قدموه من جهد من أجل إظهار هذا المقر بهذه الصورة الحضارية والرائعة التي تليق بأعضاء النادي الأهلي وبأبنائه. صورة تذكارية قبل ما اختم عايز اتكلم النهارده على العاصفه الترابيه اللي مرت على البلاد. يعني انا كان عندي ميعاد في العاصمه الاداريه ومجرد ما نزلت لقيت الدنيا العاصفه دي طبعا شملت البلاد كلها. الحقيقه قلقت شويه لكن انا شايف الحضور ما شاء الله، يعني ما فيش مكان فاضي، يعني الحمد لله رب العالمين. بس الاهم من دوت لفتة لازم أنا أشكر الناس عليها. لما جيت هنا لقيت كل العاملين، سواء العاملين اللي هم قسم الخدمات النظافة والخدمات، المهندسين، المديرين، وكمان المدير التنفيذي كمان، يعني كلهم واقفين بيمسحوا الأرض، كلهم بيمسحوا الأرض، بيمسحوا الكراسي، كل الناس بتشتغل. يا جماعة هو ده النادي الأهلي. الناس دي بتشتغل كده إزاي؟ ايه الحب دوت بالنسبه للنادي الاهلي؟ هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي احنا اتعلمناه جوه النادي الاهلي، سواء لاعبين، سواء مجالس اداره، سواء عاملين. النادي الاهلي بيجمعوا حاجه الحمد لله ربنا ديما نعمه علينا يا رب ان شاء الله. في الختام طبعا انا بشكر كل الساده الحضور، وعايز اشكر كل الكوكبه اللي شرفتنا النهارده، وعايز كمان اكد لكل محبي النادي الاهلي واعضائه وجماهيره ان فرع التجمع باذن الله مش اخر فرع. احنا بنسعى دايما ان احنا يكون عندنا فروع اخرى، ونتمنى نكون موجودين في محافظات الجمهوريه باذن الله، لان ده دور النادي الاهلي ان هو يعني يكون موجود في وسط الناس، ويعني كمان ينقل دور البلد. النادي الاهلي النهارده مش نادي رياضي، النادي الاهلي نادي وطني، نادي اجتماعي، نادي ثقافي، نادي سياسي بتصرفاته، سياسي بتصرفاته، يعرف ازاي امتى يقول الكلمة وامتى ما يقولهاش، امتى يساعد الدولة بجملة وبكلمة وبتصرف، مش ان هو يحط الدولة في مواجهة مع حد. بشكركم جدا، كل سنة وانتم طيبين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.